بدأت حكايتي من بعد الاعدادي بالظبط. دخلت ثانوي صنايع، كنت قسم ميكانيكا، بس كنت باخد في ميكانيكا دي هيدروليك ونيوماتيك حاجه كده، لقيت نفسي فيها. كان نفسي ادخل ثانويه عامه زي باقي البنات اللي دخلت ثانويه عشان تدخل الهندسه على طول، بس انا حبيت الشغل العملي اكتر من البدايه. بعد كده دخلت الاكاديميه عن طريق منحه دراسيه، كان قسم ميكاترونكس، بس مش بس كده، ما اكتفيتش بالميكاترونكس، لا انا دخلت قسم اللحام وقسم الخراطه وميكانيكا السيارات والالكترونكس والروبوت وكل حاجه اندمجت فيها، بحيث ان انا على درايه بكل الحاجات الصناعيه والكهربيه. هم طلبه في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في قسم خدمه الصناعه، وكانت التعاون ما بيننا وما بين خدمه الصناعه ان احنا نطلع البنات دول وندربهم علشان يطلعوا يلاقوا فرصه في حاجه ما كانتش البنات ليهم باع فيها، ودي كانت خلتنا يعني نتحمس كتير، واخدناهم وبدانا ندرب فيهم وبداوا يشتغلوا بايديهم لغايه اما بقوا عندهم العلم وعندهم التدريب اللي يقدر تطلع تشتغل ميكانيكي السيارات. فريده بتيجي زي اي حد هنا بالظبط، مواعيد احنا بنشتغل من الساعه 9 ل 5، نشيطة جدا، شاطرة في شغلها، بتتعلم بسرعة. في مواقف صعبة واجهتني، اللي هو أنا بنت، التراب بيجي ويدخل في جسمي والشحم وضوافري، بس دي بقى لازم إن أنا أتغلب عليها، إن أنا أقدر إن أنا أكون في الورشة كراجل بنت بميت راجل، وبره الورشة كبنت عادية في دراستي في شغلي في أي كان مع أهلي، أنا بنت، وداخل الورشة أنا بنت بميت راجل، عشان أقدر أتعامل مع الفنيين اللي في الورشة، مع العملاء اللي جايين من بره الورشة، أتعامل مع أي حد. بحلم إن أنا أقدر إن أنا أقف ورشة على درايب كل الماكينات الموجودة فيها، في مجال الكهرباء وفي مجال الميكانيكي ومجال البروجرامينج البرمجه وغير كده. ده حلم من احلامي ان انا اقدر اوصله بالنسبه للدراسه. بالنسبه للشغل، انا نفسي اعمل مركز صيانه بيضم عدد كبير من البنات والرجاله برضو، عشان زي ما قلت البنت مش هتقدر تعمل كل حاجه 100% زي الراجل، في حاجات هتواجهها فيها صعوبه، بس انا عايزه ادعم البنات ان هم يشتغلوا في حاجه زي كده. والستات اللي بتيجي بتخاف تدخل ورش فيها رجاله وكده، تبقى جايه عندنا وهي مطمنه.